الإمام علي صلوات الله عليه في نهج البلاغة في وصيته لولده الإمام الحسن صلوات الله عليهما يقول: من أكثر أهجر، من أكثر يعني من أكثر من الكلام، أهجر يعني هذا، من أكثر أهجر يعني كثير الكلام، يقوم يهذي، يقوم يخربط، أهجر يعني هذا. كذلك عندنا أيضا موجود في نهج البلاغة الإمام صلوات الله عليه يقول: بكثرة الصمت تكون الهيبة. إذن يوصينا الإمام صلوات الله عليه لا بالصمت أبدا، وإنما قال بكثرة الصمت ولم يقل بالصمت، وإن شاء الله أمر على هذه العبارة بالتفصيل الدقيق. أعود، الإمام صلوات الله عليه في كلماته اللي اذكرتها إليك من أكثر أهجر يوصينا بقلة الكلام، لأن كثرة الكلام مذموم. من أكثر أهجر. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.